باسم الآب والابن والروح القدس الله الواحد، تحل علينا نعمته وبركته من الآن وإلى أبد الأبدين كلها أمين. هكلمكم النهاردة عن حياة القداسة. لما نتكلم عن القداسة يبقى بنتكلم عن الله نفسه، لأن الله هو القدوس. ولم تذكر كلمة قدوس في الكتاب المقدس إلا عن الله شخصيا. والله لما خلق الإنسان خلقه في أحسن صورة، وقال لنخلق الإنسان كشبهنا كصورتنا ومثالنا. فلما خلق الإنسان يقول جبل الرب الإله من تراب ونفخ فيه أن فيه نسمة حياة فصار نفسا حية. لكن هذا الإنسان كان إنسان قديس لا يعرف غير القداسة والطهارة. وإحنا لما بنتكلم عن القداسة بنعتمد على آية قالها القديس بطرس الرسول: كونوا قديسين لأني أنا قدوس. بيقول نظير القدوس الذي دعاكم كونوا أنتم أيضا قديسين في كل شيء. دي موجودة في رسالة مؤمنة بطرس الأولى أصحاح 1 عدد 15-16. فالقداسة هي لله شخصيا. ولما خلق الإنسان كصورته ومثاله فكان الإنسان قديس أيضا، لا يعرف غير حياة القداسة، لا يعرف غير الله، لا يعرف غير السماء، لا يعرف غير كل عمل طاهر. كان الإنسان طاهر قديس عايش مع الله يتكلم مع الله فما لأذن، لا يعرف شيء غير الله، لا يعرف الخطية. ولكن بحسد إبليس استطاع الشيطان أن يغوي الإنسان ويجعله يكسر الوصية، فدخلت الخطية إلى العالم بحسد إبليس كما نقول في القداس الإلهي. فعشان واحد يرجع لحياة القداسة يبقى لازم يتوب عن أي حاجة، أي خطأ عمله أو أي شيء عمله شاذ ضد الله. الخطية هي ضد الله، والشيطان بيسموه أنتي كرايست يعني ضد المسيح. فلازم يرجع لصورته الأولى اللي ربنا خلقه عليها. فعايزنا ربنا نرجع للصورة الإلهية. الإنسان لما أخطأ كان الأول ما يعرفش غير حياة القداسة، لما أخطأ بقى بيعرف حاجات كتير تاني، لأن الشيطان قال إن لو الإنسان كسر الوصية وأكل من الثمرة اللي ربنا نهاها عنها، قال لهم كده الشيطان قال لحواء: تكونان مثل الله تعرفان الخير والشر. وكان آدم الأول لا يعرف غير الخير، وعندما كسر الوصية اللي ربنا وصاها له لقى نفسه عريان، فبقى يدور على ورق الشجر عشان يستر نفسه. وبعدين يقول لك إن الله كان كما لهبوب ريح في الفردوس، وقال له: يا آدم أين أنت؟ فقال له: سمعت صوتك فخشيت لأني عريان فاختبأت. فربنا قال له: ما الذي أدراك أنك عريان؟ إزاي عرفت منين عريان؟ أأكلت من الشجرة اللي ربنا نهاها عنها إنه ما يأكلش منها؟ فبدأ يقول المرأة قالت: الحية أغوتني. وهكذا دخل الموت إلى العالم. ويقول الكتاب المقدس: طرد الرب الإله آدم من الفردوس وأوقف كاروبيم بسيف لهيب متقلب على باب الفردوس لئلا يعود آدم ويأكل من شجرة الحياة، فتح نفسه. فدخلت الخطية للعالم. بدل حياة القداسة والبر ما كانش يعرف غير القداسة، بقى بيعرف الشر. وفيما بعد قام قايين على أخيه هابيل وقتله حسدا، ما دخلت الخطية للعالم بقى. فبدل القداسة بقى فيه شر موجود، ما كانش فيه غيرهم هما الاثنين، آدم وحواء والولدين. والأخ اللي قام على أخوه قايين قام على أخوه هابيل وقتله بالحسد، عشان هابيل قدم محرقة إلى الله وقبلت الذبيحة بتاعته، وهو قدم من
القمح والغلات اللي موجودة عنده، طبعا ربنا رفضها ذبيحة، يعني لازم فيها دم، يقدم ذبيحة حاجة مذبوحة. بقى الإنسان محتاج إنه يتوب، محتاج إنه يرجع لربنا تاني، محتاج إنه يحب بدل الكراهية، محتاج إنه يتقى الله في كل أعماله، محتاج يرجع تاني إلى الله. وفي آية جميلة يقول ارجعوا إلي أرجع إليكم يقول الرب. يعني الواحد لما بيرجع لربنا ويتوب ربنا بيقبله. فتطلع الآية اللي قالها معلمنا بطرس الرسول نظير القدوس الذي دعاكم كونوا أنتم قديسين في كل شيء. فربنا عايزنا ان احنا نعيش حياة القداسة، عايزنا نرجع للصورة الإلهية اللي ربنا خلق آدم عليها. وهنا نجد ان الله قال لابونا آدم وحواء، قال له نسل المرأة يسحق رأس الحية. فآدم عاش على هذا الرجاء ان يجي واحد من نسله يسحق رأس الحية القديمة اللي هي بترمز إلى إبليس، اللي كان سبب إن آدم سقط وطرد من الفردوس. بدل حياة القداسة دخل إلى، خرج إلى أرض الشقاء زي ما ربنا قال له أخرج إلى أرض الشقاء شوكا وحسكا تنبت لك وبعرق جبينك تأكل خبزك ثم تعود إلى الأرض التي أخذت منها لأنك من التراب وللتراب تعود. بدل القداسة بقى شقاء وبقى شوك وحسك وبقى في الآخر يرجع يموت ويرجع للتراب اللي هو اتخلق منه. محبة الله ما قبلتش انها تسيب آدم كده، لكن ربنا بدأ يهتم بآدم، يعلمه الشرائع ويعلمه الذبيحة ويعلمه التوبة ازاي يرجع. يعني حتى من غير ربنا الإنسان ما يقدرش يعمل حاجة. أي إنسان يقول لك أنا وأنا وأنا، لكن في الخير ما يقدرش يعمل حاجة إلا إذا ربنا سنده فيها. يعني حتى الخير اللي احنا بنعمله ربنا هو اللي بيفتح لنا الطريق وبيورينا إزاي نعمله. فمحبة الله للإنسان، في آية في الكتاب المقدس في العهد القديم يقول إن لذتي في بني آدم. الله بيحب الإنسان جدا، بيحب الإنسان جدا، وربنا خلق الإنسان في أحسن صورة. يعني الإنسان ده توج الخليقة كلها بالإنسان. ربنا خلق الأنهار وخلق الأشجار وخلق الزروع وخلق النباتات وخلق الحيوانات والطيور الطاهرة والطيور غير الطاهرة، الكون كله اتملأ، وفي الآخر توج الخليقة دي كلها بالإنسان اللي ربنا بيحبه. والإنسان بطبيعته يميل إلى الشر، الله يحثه على الخير وهو يجري ناحية الشر. ربنا اداله في العهد القديم اداله الوصايا واداله الشرائع، وبقى ربنا يحفز الانسان انه يعمل اعمال الخير. فربنا عايزنا نرجع للصوره الاولى اللي ربنا خلقنا عليها. وحتى الناس دلوقتي لما بيلاقوا واحد كويس جدا يقول لك ده بتاع ربنا، بتاع ربنا يعني انسان قديس أو إنسان مقدس أو إنسان طاهر. والقداسة بتاعة الله زي ما قلت في بداية كلامي، كل الإنسان لما بيلتصق بالله أو يقرب من ربنا يلاقي إن هو بيمشي ناحية القداسة. لكن بعيد من ربنا ما فيش قداسة، ما فيش غير الشر. في العهد القديم لما أخطأ الإنسان ربنا بدأ يرسل الأنبياء. في العهد القديم ربنا بعت إبراهيم وبعت إسحاق وبعت يعقوب وبعت موسى وبعت أشعياء وبعت أرمية، أنبياء كثيرين جم في العهد القديم وكانوا بيتنبأوا للإنسان وكانوا يقولوا له على الوصايا الإلهية اللي ربنا عايزها من الإنسان. فربنا ما سابش الإنسان أبدا، إنما ربنا دايما بيحب ان الانسان يمشي في طريق الخير وفي طريق القداسه. يعني لما واحد يغلط يلاقي الشرائع او يلاقي الوصايا اللي ربنا سابها. داود النبي عندما اخطا
أخطأ خطيئة كبيرة جدا تغضب قلب الله لما شاف زوجة أوريا الحسي بتستحمى فبعت جابها وأخطأ معاها، وجوزها كان بيحارب في الحرب في الصفوف الأولى مع شعب الله، والست بعتت له قالت له إنها حامل، فراح عمل جواب توصية لجوزها، بعت اداله أجازة فإنه يروح بيته، مرضيش، قال إزاي أنا إخواتي في الحرب وأنا أروح بيتي، فمرضيش، فبات مع الخدم بتوع الملك. لما عرف داود اداله جواب توصية إنه يحطوه في الصفوف الأولى عشان يجيله سهم طائش ويطير فيه. وبعدين طبعا ده حصل، وجاب زوجة أوريا الحسي وتزوجها، فجاله ناسان النبي وقال له، قال له مثل إن إنسان عمل عزومة وعايز يعمل العزومة، فخد النعجة بتاعت جاره يعمل بيها العزومة وهو مش محتاج وعنده مبسوط، فقال له داود حي هو اسم الرب موتا يموت، قال له أنت يا داود، أول ما قال له أنت فاء، قال أخطأت إلى الله، قال له لذلك لما قال أخطأت إلى الله قال له رفع الله غضبه عنك، يعني ربنا قبل الاعتذار بتاعه والتوبة بتاعته. فربنا ما سابش الإنسان في العهد القديم كان يبعت له الوصايا، يبعت له الشرائع، يبعت له الأنبياء تكلمه زي ما عمل مع داود. وداود ده كان شخص محبب إلى الله، لأنه كان هو فعلا حياته حياة طاهرة ومقدسة، لكن دي الخطية اللي وقع فيها، فربنا لحقه بسرعة وبعت له نسان النبي عشان يرجع عن هذه الخطية. ربنا ما بيسيبش الإنسان، ولو الإنسان أخطأ ربنا بيلحق يفوقه ويبعت له أي حاجة عشان يفوق. وقعد ربنا في العهد القديم كله يقول له وصايا، وجي واحد زي أشعياء النبي وتنبأ عن مجيء السيد المسيح، وتنبأ عن زيارة السيد المسيح لمصر، وتنبأ عن السيد المسيح أنه هيخلص شعبه، وتنبأ عن السيد المسيح أنه كان صوته لا يعلو، يقول لك لا يصيح ولا يسمع أحد في الشوارع صوته، قال حاجات كتير عن السيد المسيح، وكان بيخوف الناس لو غلطوا أخطأوا ربنا هيعمل فيهم إيه ويعاقبهم إزاي، ولو تابوا ورجعوا إليه ربنا هيرجع لهم تاني وهيديهم حاجات كويسة ويعمل معهم حاجات كويسة. كل ده ربنا بيعمله مع الإنسان عشان الإنسان يبقى فايق، ما يبقاش بالزريان بنفسه. كونوا قديسين لأني أنا قدوس، وبل نظير القدوس الذي دعاكم كونوا أنتم قديسين في كل شيء. داود النبي قال في المزمور بتاع التوبة، قال تغسلني فأبيض أكثر من السلج، يعني حتى الواحد لو تاب النقاوة ربنا هو اللي بيديها، يعني النقاوة ما بتجيش من الإنسان، أو البر ما بيجيش من الإنسان، أو الخير ما بيجيش من الإنسان، الإنسان بطبيعته طبيعة فاسدة يميل إلى الخطية ويميل إلى الشر. في آية موجودة في سفر حزقيال في العهد القديم، آية جميلة جدا، يقول كده وأرش عليكم ماء طاهرا فتطهرون من كل نجاسة، وأعطيكم روحا جديدا وقلبا جديدا، أنزع قلب الحجر وأعطيكم قلب لحم. والآية الجميلة دي موجودة في سفر حزقيال أصحاح 36 عدد 25 و 26، بيتكلم عن المعمودية، إن لما الواحد بينزل المعمودية يغتسل بيطلع طاهر، وأطهر إنسان بيبقى في الوجود الإنسان اللي بقى لسه طالع من المعمودية، ما عرفش حاجة، ما عملش حاجة، ما غلطش، ما لخبطش، ما عملش أي حاجة تغضب قلب الله. لكن طب افرض غلط، يبقى لازم يتوب، التوبة مهمة
إن الإنسان يتوب عن أعماله الشريرة. يعني حتى حياة القداسة اللي موجودة عندنا ربنا هو اللي هيعملها فينا، مش احنا ما هنعملها من نفسنا. لما يدينا روح جديد ويرش علينا مية نتنقى ونتطهر، ويدينا قلب جديد، قلب لحم، يعني كأن ربنا هو اللي بيغير الإنسان، وهو اللي بيديله فرصة مرة أخرى أنه يعود إلى الصورة الأولى اللي هي صورة الطهارة والقداسة. وزي ما قلت، القداسة مش موجودة غير في الله شخصيا، مش موجودة عند أي إنسان. يقول دانيال النبي: رأيت نهر نار. شاف نهر بس كله نار، لما بص كويس لقى النهر ده هو ملائكة ألوف ألوف وربوات ربوات يصرخون قائلين: قدوس 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 رب الصباوت، مجدك ملأ كل الأرض. يعني القداسة، الملائكة بتقول إن القداسة لله وحده هو القدوس، مفيش إنسان قديس أو قدوس حتى إلا الله شخصيا. أسرار الكنيسة اللي ربنا عملها لنا، اللي تنبأ عنها حزقيال، المعمودية بينزل الواحد، بينزل الإنسان العتيق بخطية أبونا آدم، لما بينزل المعمودية ويغتسل فيها بيطلع واحد جديد تاني، بيموت ابن البطن في المعمودية ويطلع ابن المسيح بالتبني، فبيبقى إنسان جديد، إنسان طاهر، إنسان قديس، ما فيهوش ولا حاجة من الشر القديم اللي كان موجود فيه أو من خطية أبونا آدم الأولانية، الخطية اللي بنسميها الخطية الجدية، فبيطلع إنسان طاهر من هذه الخطية ويطلع ابن للمسيح. ده الفرق بين الإنسان اللي بيتعمد والإنسان اللي ما بيتعمدش، بيبقى إنسان جديد. وبعدين بعد ما يتعمد وبقى إنسان جديد يخش الكنيسة ويتقدم إلى جسد الرب ودمه، يتناول منه فتحيا نفسه، زي ما قال في إنجيل معلمنا يوحنا أصحاح 6: من يأكل جسدي ويشرب دمي يثبت فيه وأنا أثبت فيه وأقيمه في اليوم الأخير. وقال: من يأكلني يحيا بي كما أنا حي بالآب. يعني الإنسان لما يتناول هياخد حياة وهيبقى إنسان طاهر وإنسان قديس. فده اللي بيحصل، لو أخطأ بيتوب، يعترف بخطاياه. إن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل أن يغفر لنا خطايانا. لو اعترفنا هو أمين وعادل أن هو يغفر لنا خطايانا. طب افرض ما اعترفش، الخطية بتاعته تقعد معاه؟ الخطية اللي بيعترف بيها هي اللي بياخد عنها حل، يديله أبونا حل فيبقى إنسان طاهر ويتقدم إلى الأسرار المقدسة. يعني ربنا هو اللي بيدينا حياة القداسة، مش احنا اللي بنجيبها من نفسنا، هو اللي بيديها لنا. هنتوب هناخد قداسة، هنعترف ونتناول هناخد قداسة، ناخد ثبات في المسيح. مش هنعمل كده يبقى هتروح مننا الفرصة. يعني القداسة هو اللي بيعملها لنا زي ما قلت قبل كده، من خلال أسرار الكنيسة اللي ربنا يسوع المسيح عملها لنا. يقول لك: القداسة التي بدونها لا يعاين أحد الرب. يعني من غير القداسة ما حدش هيعرف يشوف ربنا أبدا، لأن الله قدوس، واللي يقعد مع ربنا أو يشوف ربنا لازم يبقى إنسان برضو واخد من هذه القداسة. لا يستطيع أحد أن يعبد سيدين زي ما قال السيد المسيح: إن كان الله هو الله فاعبدوه، وإن كان البعل فاتبعوه. الدنيا بساعات تشغل الناس وحاجات تاخد مخه، تاخد فكره، يقول لك الشغل والفلوس والتجارة، وبعدين طب فين ربنا؟ ما لهوش حاجة. فين الصلاة؟ ما فيش. طب ده الصلاة دي الحاجة اللي بتربطنا بالسماء وبتربطنا بربنا، هي الصلاة. وحتى السيد المسيح لما علمنا الصلاة قال: قولوا هكذا يا أبانا الذي في السماوات. فالصلاة هي صلة بين الإنسان وبين الخالق، اللي احنا بنعتبره هو ده أبونا،
السماوي هو اللي مسؤول عننا، هو اللي بيهتم بينا، وهو اللي بيرعانا زي ما قال في إنجيل معلمنا يوحنا أصحاح 10: أنا هو الراعي الصالح، والراعي الصالح يبذل نفسه عن خرافه، وخرافي تسمع صوتي وتتبعني. فالإنسان اللي بيمشي تحت رعاية الله يسمع صوت ربنا بينفذ، ربنا يقول له ما تمشيش في السكة دي، حاضر، ما تغلطش، حاضر، لو غلط يتوب ويندم. ويقول لك إن القديس بطرس لما أنكر المسيح، وبعدين المسيح هو خارج أثناء المحاكمة بصله بصة بسيطة كده، فهذه النظرة اللي نظرها له السيد المسيح والديك صح في نفس الوقت، فقام جري وخرج خارجا يقول لك وبكى بكاء مرا نادما عما صدر منه. وطبعا كل التلاميذ بصوا له بعد كده بصة إن هو أنكر المسيح. المسيح لما قابله تاني قال له أتحبني؟ قال له نعم يا رب. قال له ارعى شعبي. مرة تانية قال له أتحبني؟ قال له نعم يا رب. قال له ارعى خرافي. قال له مرة تالتة فحزن لأنه قال له، قال له أنت تعلم يا رب كم إني أحبك. فالسيد المسيح قبل بطرس ورجعه تاني للصورة بتاعته الأولى إنه هو واحد من الرسل، يعني سامحه وغفر له الخطية بتاعته. فربنا طيب وحنين، قداسة الله وطيبة قلب الله وحنيته بتخليه إنه يقبل الإنسان التائب، ما يقفلش عليه الباب. يمكن في العالم واحد يغلط يتقفل عليه الباب، يعمل غلطة يرفضوه من الشغل، يحاول يعتذر، يحاول لهم طب بدون جزة، طب اعمل، ما فيش. فالإنسان لا يقبل الأعذار، لكن الله بيقبل، بيقبل التائب. وفي المثل بتاع الابن الضال اللي يقول لك خد نصيبه وضيع كل فلوسه بعيش مسرف في كورة بعيدة مشي على كيفه، وقال كم أجير، لقى نفسه مش لاقي رغيف العيش، قال كم أجير عند أبي يفضل عنه الخبز وأنا ها هنا أهلك جوعا. والإنسان فعلا لما بيبعد من ربنا بيحتاج وبيجوع وبيتعرى وبتبقى حالته صعبة جدا. لما رجع أبوه أول ما شافه يقول لك ركض إليه وقبله، يعني نزله وخده في حضنه وقبله وقال ابني هذا كان ميتا فعاش وكان ضالا فوجد، وقال هاتوا لبسوه الحلة الأولى وخاتم في يديه وإذبحوا العجل المسمن، عمل احتفالية كبيرة عشان ابنه رجع له مرة تانية. فربنا بيعاملنا بهذه الصورة، الإنسان هو اللي بيمشي غلط وبيمشي على كيفه وبيعمل حاجات تسيء لله الطاهر قدوس القديسين. في حاجات كتير بتبين قد ايه قداسة الله وقد ايه ربنا بيقبل الخاطي. والإنسان الخاطي لما يتوب بيتحول إلى إنسان قديس. عندنا في قديس التوبة القديس الأنبا موسى الأسود، وده كان لص، ده ما كانش لص بس، ده كان رئيس لصوص، يعني زي ما بيقولوا عليه الشيخ منصر، وكان قاتل، يعني لو حد يقف في سكته يقتله، وكان زاني، وكان سكير، كل شيء موجود كان فيه كإنسان شرير. ولما تاب وعرف ربنا تحول إلى جهة حياة القداسة، رفض كل الماضي وبقى يجاهد جهاد مرير إنه يعيش في حياة القداسة. والشيطان كان حاسده وكان بيحاربه حروب صعبة جدا، لكن ربنا كان بيسنده في كل هذه الحروب اللي كانت بتقابله. وتحول من موسى الأسود إلى موسى القديس، نعليه القديس القوي أنبا موسى الأسود. فحياة القداسة ممكن الإنسان يوصل لحياة القداسة بالتوبة وبالعودة وبالرجوع وبالالتصاق بالله وبالصلوات المقدسة وبعمل الخير. كل دي حاجات تخلي الإنسان يروح ناحية القداسة. وإحنا لما بنتكلم عن ربنا، أي حاجة بنتكلمها عن ربنا بنقول عليها مقدسة، لأن
الله هو قدوس القديسين زي ما قال عنه الكتاب المقدس. يعني مثلا في العهد القديم موسى النبي ماشي وفوجئ قدامه بشجرة خضرة وهذه الشجرة مولعة نار. منظر مبهر، يعني الواحد يلاقي شجرة ورقها أخضر ومولعة نار والورق ما بيتحرقش. فوقف يتفرج، فربنا ناداه وقال له موسى أنا إله أبائك إبراهيم وإسحاق ويعقوب. حاجة يعرفها موسى، عارف إله الآباء. وقال له اخلع نعليك لأن الأرض التي أنت واقف عليها أرض مقدسة. طبعا لما ربنا يكون موجود في مكان، المكان كله مكان مقدس، قال له اخلع نعليك، خلاص الشجرة مقدسة لأن الله موجود فيها وبيتكلم من خلالها وموسى واقف قدامها. فقال له الأرض دي أرض مقدسة، فالمكان اللي فيه ربنا يبقى مكان مقدس. قبله مين؟ يعقوب أب الآباء نام شاف رؤية، شاف سلم، والسلم ده كان رمز للقديسة العذراء مريم طالع للسماء، والملائكة طالعة على السلم ونازلة من الأرض للسماء. وأول ما صيح من النوم قال هذا المكان ما إلا هو بيت إيل، يعني بيت الله، ده مكان الله. يقول لك طلع القارورة بتاعت الدهن المقدس وصب على الصخر اللي كان نايم عليه وقال هذا بيت إيل، يعني بيت الله. ودي أول عملية تدشين في العهد القديم أو تخصيص إن المكان ده مكان لربنا. فالمكان اللي بيحل فيه ربنا يبقى مكان مقدس، الناس اللي بيتعاملوا مع ربنا يبقى ناس قديسين، الناس اللي بيتكلموا مع ربنا يبقى ناس قديسين. يعني بنتكلم عن الأنبياء بنقول الأنبياء القديسين في العهد القديم. الله هو قدوس القديسين زي ما قال الكتاب المقدس. فإحنا ما بنقول مثلا بنتكلم عن الكنيسة أو المكان اللي ربنا بيحل فيه، زي ما أنا قلت من شوية إن موسى لقى شجرة مشتعلة وربنا كلمه من خلال الشجرة، هو واقف بيتفرج قال له اخلع نعليك لأن الأرض التي أنت فيها أرض مقدسة. فالمكان اللي فيه ربنا بيبقى مكان مقدس. فإحنا حتى لما بنتكلم عن الكنيسة بنقول ببيتك تليق القداسة، فبيت الله هو بيت مقدس. الكنيسة ما فيهاش غير الصلوات والتسبيح وبيحل فيها الملائكة والقديسين وبتبقى الذبيحة موجودة فيها والروح القدس بيحل على الذبيحة، فبتبقى مكان كله قداسة. ونقول لأي واحد داخل ببيت ربنا تليق القداسة، يعني الإنسان ما بيبقى داخل الكنيسة بقى إنسان طاهر وإنسان نقي وإنسان قلبه ما فيهوش أي حاجة وحشة. حتى لو نتكلم عن الكتاب المقدس نقول الكتاب المقدس ليه؟ لأنه فيه كلام الله. ده داود قال عن كلام ربنا وجدت كلامك حلو فأكلت سراجا لرجلي، كلامك ونور لسبيلي. كلام الله سراج ونور للإنسان، فبنقول عليه الكتاب المقدس، ما نقدرش نقول عليه حاجة غير كده. وفعلا كلام الله هو نور للإنسان. يعني ساعات الواحد موضوع يشغله يقول ربنا قال ايه في الموضوع ده، يلاقي في آية معينة بتتقال تبصره أو تفتح له الطريق ازاي يسلك. يعني فإحنا بنتكلم عن الكتاب بنتكلم عليه انه كلام الله وكلام هو كلام مقدس. وبعدين لما بنتكلم عن اسم الله، اسم الله اسم مقدس. عشان كده السيد المسيح رفض ان واحد يحلف، ألا تحلفوا البتة بل يكن كلامكم نعم نعم ولا لا، وما زاد على ذلك فهو من الشرير. ومرة ثانية ألا تحلفوا بالسماء لأنها كرسية الله ولا بالأورشليم المقدسة لأنها موطئ قدميه. يعني حتى الأماكن بتاعة ربنا ما يصحش الواحد يحلف بيها. لما بنتكلم عن الهيكل نقول الهيكل المقدس، الهيكل ده حاجة كبيرة، ده قدس أقداس بيحل في بتبقى فيه الذبيحة وبيبقى فيه أبونا لابس ملابس تليق بهذا المكان.
وكل الخدام اللي بيخدموا ويخشوا الهيكل بيلبسوا الملابس البيضاء، التواني البيضاء، عشان دي تعبير عن القداسة اللي موجودين فيها. كان مثلث الرحمات البابا شنودة لما يلاقي شماس يخش جوه الهيكل بهدومه العادية يقول له أنت مش لابس الملابس بتاعت الهيكل، خليك بره. فالهيكل لأنه هيكل مقدس، فالإنسان ما ينفعش يخش جوه وهو مش لابس الملابس البيضاء اللي هي دليل عن القداسة. الملابس البيضاء دي دليل عن القداسة والطهارة، ودي مش موجودة غير في الله وحده. قدوس القديسين في سفر الرؤيا لما بيتكلم عن الـ24 قسيسا السمائيين، يقول لابسين 24 اكليل ذهب، وفي ايديهم 24 جام من ذهب اللي هي الشرية، مملوءة بخورا الذي هو صلوات القديسين. بيقلعوا التاجات يحطوها تحت المخلص ويقولوا له قدوس 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 رب الصباؤوت، مجدك ملأ كل الأرض. ده في سفر الرؤيا. في العهد القديم واحد اسمه أشعياء النبي، لسه كنت بتكلم عنه من شوية، أشعياء النبي ده شاف رؤيا ومذكورة في أصحاح 6 في سفر أشعياء. يقول لك رأيت السيد جالسا، شاف الله قاعد على كرسي حاجة فخمة، يقول لك وأزياله تملأ الهيكل. أزياله اللي هي لما واحد بيلبس، الملوك كان يلبسوا الهدوم ليه أهداب كده، أهداب من الذهب والحاجات اللي زي كده والأحجار الكريمة. فقال كده إني هلكت لأني رأيت السيد الرب. مجرد أنه شاف قال أنا هلكت، أنا رحت في الطراوة زي ما بيقولوا، ضعت. ليه يا عم أشعياء؟ يقول لأني أنا نجس الشفتين وأسكن في وسط شعب نجس الشفتين. قال كده الراجل، قال أنا هلكت خلاص، أنا ما استحقش. يقول لك فطار أحد الصاروفيم، ملاك من الملائكة من طائفة الصاروفيم اللي هم ليهم عيون وليهم 6 أجنحة، التقط جمرة من على المذبح ومس بها شفتي وقال هوذا أنت قد تطهرت. ودي كانت الجمرة دي رمز لجسد الرب ودمه. لما احنا بناكل جسد الرب ونشرب دم نتطهر من الخطايا اللي احنا فيها، بس طبعا يكون الانسان تائب، مش ياكل جسد الرب ودمه بدون استحقاق، دي تبقى صعبة قوي، لازم يكون انسان تائب. فشوفوا الراجل قال ايه، هلكت. دلوقتي الناس بتتهاون، في ناس كتير بتتهاون. التعاون مع الله عايز الحرص الشديد والمهابة والخوف، لأن الله ده حاجة كبيرة جدا، ده خالق كل الكون، خالق كل المخلوقات، خالق توج الخليقة زي ما قلت في بداية كلامي بالإنسان. فربنا ده مش حاجة بسيطة الواحد يتهاون فيها. يعني شوف أشعياء ليه، هلكت لأني رأيت السيد الرب. واحنا دينا بنشوفه كل يوم على المذبح وبنتناول من جسد الرب ودمه، لكن ساعات الناس بتتهاون. لما بنتكلم على الملائكة نقول بنسميهم الملائكة القديسين. لما نتكلم عن الملائكة بنسميهم الملائكة القديسين، لأن الملائكة روح لا يخطئ. الإنسان هو اللي لأنه ليه جسد والجسد ضعيف، فالإنسان ممكن يخطئ لكن الملائكة لا تخطئ. ربما في بداية الخليقة في فترة معينة بعض الملائكة أخطأوا وسقط، يقول لك المسيح رأيت الشيطان ساقطا مثل البرق من السماء، يعني بدل ما كان فوق بيسبح ربنا وعايش في حياة القداسة سقط وبقى بيعمل ضد الله، وده عمل الشيطان دلوقتي. يعني الحروب وأخبار الحروب والقلاقل اللي موجودة في العالم
والراجل اللي بيتخانق مع زوجته والواد اللي غضبان من ابوه، كل دي اعمال شيطانيه الشيطان بيعملها عشان يخلي الناس تضل وتخطئ وتعمل اعمال يعني ربنا ما يقبلهاش ولا يبقى راضي عنها. القديس يوحنا الرسول لما اتكلم عن اورشليم السمائيه يقول ابصرت المدينه المقدسه. ابصرت المدينه، طب مقدسه ليه؟ لان الله موجود فيها. ده قال اكثر من كده، قال لا يوجد فيها شمس ولا يوجد فيها قمر، لان الله هو موجود فيها وهو اللي بينورها. فالمدينه مقدسه ليه؟ لان الله موجود فيها. فالمكان اللي موجود فيه ربنا يبقى مكان مقدس. المكان اللي حل فيه ربنا هو مكان مقدس. ده حتى فيه العهود القديمة في بداية تأسيس الكنيسة، لما نشوف القديس بولس الرسول في الرسائل بتاعته يقول سلم على الكنيسة التي في بيتك، وبعدين يرجع يقول سلم على القديسين الموجودين في بيتك، سلم على القديسين الموجودين في الكنيسة. مفروض ان كل الناس اللي كانت موجودة في ايام بولس الرسول او في الكنيسة الاولى انهم كلهم قديسين، ما كانش فيه حد مش قديس، ما قالش على اي حد انه مش قديس، لكن هو اتكلم على بعض الناس يقول تركوني واحب العالم الحاضر، دول خلاص خرجوا بره الدايرة. لكن كل الناس اللي كانت في الكنيسة كانوا ناس قديسين. لما بيتكلم عن القديس بطرس لما كان في السجن يقول لك القديس بطرس جاله الملاك بالليل صحاه، وكان المفروض ان الصبح هيتعدم، كان هيرودس هيعدمه، وبعدين الملاك بطرس نايم نوم عميق. الانسان اللي بيبقى عايش مع ربنا ومتكل على الله يبقى عنده نوع من الطمأنينة، يعني نايم في السجن ونايم نوم عميق وهيتعدم الصبح وهو مش قلقان. فالملاك بيصحيه مش عايز يصحى، يقول لك لكزوا الملاك في قدمه، يعني خبطوا كده ومسكوا من ايده وقال له قوم البس نعليك يلا تعالى معايا. وكانوا بيعملوا في السجن اربع ارابع من العسكر، يعني حراسه اولى وفي حراسه ثانيه وفي حراسه ثالثه واخر حاجه البوابه الرابعه دي وعليها حراسه. فالسجين لو قدر ينفد من الاولانيه مش هينفد من الثانيه ولا الثالثه ولا الرابعه، هيتمسك هيتمسك. فالملاك فتح كل الابواب وبطرس الهوى بتاع الصبح البدري ده بتاع الفجر ده لسعه في وشه، قال الله ده انا مش في السجن، يبقى انا مش ما شفتش رؤيا، بقى دي مش رؤيا دي حقيقه. وقال الايه الجميله اللي قالها الرب ارسل ملاكه وانقذني. لما راح الكنيسه فخبط على الباب، فجات بنت اسمها روضة تفتح له، فلما قال لها أنا بطرس البنت يعني من لهجتها ما فتحتش الباب ورجعت قالت لهم ده بطرس، فهم أنا اعتقدوا أن ده ملاكه، يعني هيرودس هلكه ده ملاكه أو روح يعني. ولما فتحوا لقوه بطرس. لكن الكنيسة كانت بتصلي بنفس واحدة، فالناس اللي في الكنيسة ناس قديسين وبيصلوا، يقول لك بيصلوا بنفس واحدة، يعني بيصلوا بلجاجة وبنفس واحدة من أجل أن ربنا ينقذ القديس بطرس الرسول. وفعلا ربنا أنقذه وطلعه من إيدين هيرودس، كان هيتعدم هيتعدم. هو قال الرب أرسل ملاكه وأنقذني. في آية بقى جميلة في رسالة معلمنا بولس الرسول لأهل غلاطية أصحاح 3 عدد 27 يقول لأنكم جميعكم الذين اعتمدتم للمسيح قد لبستم المسيح. يا الواحد لبس المسيح يعني لبس القداسة، يعني العين بتاعتي تبقى عين مقدسة، لساني لسان طاهر مقدس ما يعرفش يقول غير الكلام المقدس، أذني لا تسمع إلا الكلام المقدس، رجلي لا تذهب إلا المكان المقدس، إيدي لا تلمس إلا الحاجات المقدسة، تمسك الكتب المقدسة الأواني المقدسة، أتعامل مع ناس قديسين. لأن الإنسان لما يمشي في سكة الشر أو يتعامل مع أشرار ممكن يعني
يتأذي منهم، ممكن يتأذي منهم وممكن يتعب. فتخيلوا بقى، هقول الآية تاني: لأنكم جميعكم الذين اعتمدتم للمسيح قد لبستم المسيح. أنا الآية دي بقف قدامها كده وبحس إن أنا استحقش المسيح جوايا. ده إيه ده؟ إيه العظمة اللي فيها الإنسان في العهد الجديد بعد ما جه السيد المسيح فدانا على الصليب وفتح باب الفردوس وقال أنتم أحبائي، بدل ما كنا عبيد بقى يقول أنتم أحبائي. فالإنسان اللي لابس المسيح ما يعرفش سكة الخطية، ولا يعرف طريق الخطية، ولا يمشي خالص في أي حاجة فيها غلط. يقول لا، دي مش سكتي، دي مش طريقي. وحتى لو هيكلفه الطريق ده، إنه عدم المشي فيه يكلفه حاجات جامدة، فيستحمل كل حاجة لكن ما يمشيش في الشر. عايز أقول حاجات معطلات لحياة القداسة. ساعات بتبقى في حاجات تعطلنا عن حياة القداسة. الكبرياء، الإنسان المتكبر ده مش هيمشي في سكة القداسة، لأن السيد المسيح قال تعلموا مني لأني وديع ومتواضع القلب. ويقول في يوم الخميس الكبير إن السيد المسيح جاب طاس وأتظر بمئزرة وجلس على الأرض وبدأ يغسل أقدام تلاميذه. بعد ما غسلهم قال لهم زي ما أنا عملت معاكم اعملوا أنتوا كده مع بعض، يعني تغسلوا رجلين بعض. في الأديرة كان زمان المواصلات قليلة، فكنا بنروح لأديرة ساعات مشي. يعني دير الأنبابولة مثلا المسافة بينه وبين المدى الطريق العمومي حوالي 13 كيلو. فلما كان حد يروح ماشي في الدير، أول حاجة يعملوها يقلعوا له مؤاخذة الجزمة ويغسلوا له رجليه بمية وملح عشان المشوار اللي مشيه ما يخليش رجليه تتورم. فده اللي علم الناس دي تعمل كده هو السيد المسيح شخصيا. فأول حاجة الكبرياء هي تخلي الإنسان يخسر حياة القداسة. لك قبل السقوط تشامخ الروح. والقديسة العذراء في التسبيحة بتاعتها الجميلة اللي في إنجيل معلمنا لوقا قالت كده: رفع الأعزاء عن الكراسي وجلس المتواضعين. فالإنسان المتضع ربنا بيرفعه ويشيل الأعزاء. الحاجة التانية اللي تضيع حياة القداسة من الإنسان رفض التوبة. روح الله القدوس يقول له توب، كفاياك، بلاش غلط، كفاية. يقول له مش دلوقتي، لسه، بعد شوية، بكرة، الأسبوع الجاي، الشهر الجاي. يأجل. في ناس تأجل زي اللص، يقول لك أنا هخبط الخبطة دي وكفاية، بس دي آخر خبطة. يقول له بلاش، ما أنت عملت حاجات كتير. ولا لا لا، دي آخر حاجة. يروح يخبط الخبطة اللي يخبطها دي، يسرق فيها سرقة جامدة، يتمسك فيها، خلاص يلاقي نفسه بقى في السجن. فربنا يقول أنا واقف على الباب وأقرع: من يفتح، من يفتح أدخل أتعشى معه وهو معي. ولما تشوفوا الصورة اللي فيها المسيح واقف على الباب بيخبط، ما تلاقوش فيها أكرة، الأكرة موجودة جوه. يعني اللي جوه هو اللي هيفتح، لكن مش هيقتحم. المسيح ما بيقتحمش قلب أي حد، لكن يقول لك أنا واقف وأقرع: من يفتح أدخل أتعشى معه وهو معي. الشهوات، شهوة القلب: أنا نفسي يبقى عندي فيلا. طب ما أنت ساكن في شقة كويسة وفي حتة كويسة والسكن بتاعك مريح وكل حاجة. يقول لك لا لا لا، أنا نفسي في فيلا، أنا عايز فيلا. هو اللي عنده فيلا ده أحسن مني؟ أحسن مني في إيه يعني؟ في حاجات تاني كمان بتضيع الإنسان، تضيع منه حياة القداسة. الإحباطات. يجي الشيطان يقول له بقى أنت عامل لي قديس، أنت قديس، مش أنت، أنت نسيت أنت عملت إيه في يوم من الأيام، أنت عملت كذا وعملت كذا وعملت كذا، ويجيب له الخطايا القديمة اللي هو عملها. فيحاول الشيطان أنه يوقعه ويخليه يخطئ، يعني يجره للخطايا القديمة.
يقول له مش انت اللي عملت، مش انت اللي قتلت، مش انت اللي زنيت، مش انت 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 انت، مش انت اللي نهبت. دي طريقة الشيطان. احنا بنصلي في القداس الالهي بنقول نجنا من تذكار الشر الملبس الموت، يعني يا رب ابعد عننا الحاجات اللي هي تفكرنا بالخطأ، نجينا يا رب من الحاجات اللي هي تفكرنا بالخطأ. الشيطان يحاول يعمل كده، بيحاول انه يسقط اولاد الله، لكن اللي يقول له انا دلوقتي بقيت ابن المسيح ما اعمليش بالكلام ده، خلاص الكلام ده انا المسيح شاله مني وانا نسيته. واذا كان ربنا نفسه يقول لك ان خطاياكم لا اعد اذكرها والقيها في بحر النسيان، القيها في بحر النسيان. فناخد بالنا من الحاجات دي. الشيطان بيحاول ولا ييأس، وله خبرة أكثر من 5000 سنة في إسقاط البشرية، ولا 7000 سنة، يعني يجرب الخطية نمرة واحد ما تنفعش، نمرة اتنين ما تنفعش، نمرة ثلاثة ما تنفعش، يجرب من جديد، يروح ويجي عشان يخطئ، يخلي الإنسان يخطئ. حياة القداسة عايزة الواحد يكون ليه عين مفتوحة، ما فيش حاجة تأثر عليه، يحط المسيح قدامه ويمشي خلف المسيح. بيقول مع داود النبي إن صرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا لأنك معي، عصاك وعكازك هم يعزيانني. فالإنسان اللي عايز يعيش حياة القداسة ما يبصش لورا، زي ما قال المسيح من يضع يده على البحراس لا ينظر إلى الوراء. اللي بيضيع الدنيا إيه؟ إن الواحد يبص لورا، ما يبصش لورا. في بستان الرهبان في عبارة جميلة يقول لا تعود إلى المدينة التي أخطأت فيها ولا إلى الطريق الذي خرجت منه. يعني اللي يمشي في سكة المسيح ينسى كل الماضي ويرميه وراء ظهره، لأن السيد المسيح نفسه لا يعود يذكره. وفي المرأة التي ضبطت في ذات الفعل جابوها المسيح وكل واحد ماسك له حجر في ايديه وبهدلوها، ضربوها وهدومها مقطعه وجرجروها وبهدلوها خالص. وبعدين السيد المسيح قال لهم من ملكم بلا خطيه فليلقيها بحجر. انتوا كلكم قديسين ما فيكمش حد خاطي، ما بتخطئوش. ويقول جلس على الارض وقعد يكتب لهم خطاياهم. علماء الكتاب المقدس قالوا ان هو كان بيكتب الخطايا بتاعته، فكل واحد يجي يبص يلاقي خطايا قدامه زي الشاشة يطلع جري لغاية لما كلهم مشوا. لما كلهم مشوا فالسيد المسيح سأل الست دي سؤال، قال لها أين الذين يشتكون عليك؟ قالت له لا واحد. قال لها وأنا أيضا لا أدينك. يشوف خدها ازاي بالراحة. وبعدين قال لها مرة تاني اذهبي بسلام، يعني قال لها أنا مش بدينك ومسامحك وروحي رواحي بسلام، والناس اللي عايزين يموتوك يمشوا. وآخر حاجة قال لها إيه في الآخر خالص؟ قال لها لا تعودي تخطئي مرة ثانية. ده الأسلوب بتاع المسيح. فالسيد المسيح عايزنا نبقى زي ما قال معلمنا بطرس نظير القدوس الذي دعاكم كونوا قديسين، ويقول كونوا قديسين كما إن أباكم الذي هو في السماوات هو قدوس. فربنا يدينا نعمة ان احنا نعيش حياة القداسة ونعيش حياة البركة، ويبقى المسيح قدامنا ونمسك فيه ما نسيبهوش ابدا. حياة القداسة هي الجهاد العمر كله، ان الواحد يجاهد جهاد شديد عشان يعيش حياة القداسة. يقول لان الخطية خاطئة جدا، انتوا عارفين يعني الخطية خاطئة جدا، والإنسان أحيانا كتير بيميل للخطأ لأن الخطأ سهل، لكن اللي عايز يعيش حياة القداسة مش سهل، فيها جهاد وصعبة. فالخطية خاطئة جدا والإنسان يميل إليها، لكن لما الإنسان بيعتمد على الله نعمة الله بتسند الإنسان، بتسنده في جهاده، بتسنده فيه. واحنا
كلنا مقربين. لما الواحد بيقرب من ربنا، ربنا بيسنده، يقول لك الرب قريب اقتربوا منه فيقترب منكم. فأنا ما بجاهد وأقرب من ربنا، ربنا على طول بيمسكني، فامسك ايدي وقودني، ونقول له يا رب امسك ايدينا. فربنا ده طيب قوي، الانسان بس يناديله. واحد من القديسين كان قاعد في حته كده، وجاله الشيطان قال له قوم من هنا، ما ردش عليه. قال له بقول لك قوم من هنا الحته بتاعتي، ما ردش عليه. فبدا يمسكه من هدومه ويحاول يجرجره يعني بعده، فاستنجد وطلب بربنا. فالملاك جاله، فبيعاتب الملاك يعني بيعاتبه، يعني انا تسيبني كده؟ قال له انت ما طلبتش، اللحظه اللي انت طلبت فيها انا كنت واقف جنبك. فالايه الجميله اللي انا قلتها، الرب قريب اقتربوا منه فيقترب منكم، يقول اذكرني في وقت الضيق انقذك فتمجدني. يعني حتى الانسان لو دخل في تجارب وبقى في ضيق، لو طلب ربنا، ربنا بيجي وينقذه، ما بيسيبهوش. ربنا لا يترك اولاده ابدا، العكس، ده هو بيسندهم ويأزرهم. الكنيسه انتشرت ازاي؟ ده من غير سلاح ولا اي حاجه، كان الاباء الرسل، التلاميذ بتوع المسيح، الرسل الاثناشر والرسل السبعين، وكانوا بيخرجوا ولا معاهم سلاح ولا معاهم فرقه ولا معاهم قوه عشان ينشروا الايمان، انما كانوا بينشروا الايمان، كان روح الله بيأزرهم بالمعجزات وعمل العجائب، فكان الناس تنجذب الى السيد المسيح. ف الله قريب مننا، واحنا لما بنطلبه هو بيستجيب على طول. وبنقول في الترنيمه لو تأنى يستجيب، يعني ربنا برضه بيستجيب لينا، ما بيسيبناش. في قصص كثيره في تاريخ الكنيسه عن الله لما بينقذ اولاده او ينقذ شعبه. القداسه دي حاجه جميله، ان الواحد يعيش قديس. العالم بيغري، العالم ليه اغراءاته، لكن انا مالي ومال العالم. يقول انا مش من هنا، انا لي وطن اخر، انا وطني في السماء، انا ابن المسيح، انا مش ممكن امشي زي ما العالم عايز مني، لكن انا بمشي خلف السيد المسيح. المسيح جميل في قصة التجلي، يقول لك ان السيد المسيح مرة تغيرت هيئته، وشكل المسيح بقى أبيض أكتر من الثلج. بيقول لك ولا أعظم قصار في العالم، اللي هو اللي بيصبغ الهدوم يعني، يقدر يعمل المنظر اللي كان فيه والبهاء اللي كان فيه السيد المسيح، لدرجة أن القديس بطرس الرسول اتبسط بهذه الصورة البهية اللي شاف فيها جمال السيد المسيح، وقال له يا سيد لو أنت وافقت أعمل. شاف كمان موسى وشاف إيليا واقفين جنب المسيح. بيقولوا موسى بيمثل حياة المتزوجين، وإيليا بيمثل حياة الناس المتبتلين لأنه لم يتزوج. فقال له يا سيد جيد أن نكون ها هنا، أعمل مظلة ليك، ثلاث مظل، واحدة لك، واحدة لموسى، واحدة لإيليا. وبعدين سمع صوت من السماء قال هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت. فصورة البهاء اللي ظهر فيها السيد المسيح في التجلي دي بتبين جزء من منظر القداسة. يعني القداسة هي حياة وشكل، يعني الشكل كمان نفسه بيتغير القداسة. وإحنا لما هنبقى في السماء هنبقى على نفس الشكل بتاع السيد المسيح له كل المجد. حياة القداسة هي حياة البهاء وحياة النور وحياة الجمال كله اللي مش موجود في الطبيعة هيبقى موجود في السماء. فحياة القداسة تستحق أن الإنسان يجاهد ويجاهد. وقال كده الكتاب المقدس، إن لم تجاهدوا حتى الدم ضد الخطية فجميعكم هالكين. فالإنسان بيجاهد
ضد الخطيه عشان ما يهلكش، وعشان يبقى قديس، وعشان يعيش حياه القداسه اللي موجود فيها رب المجد يسوع، اللي موجود فيها الناس القديسين اللي هيبقوا على نفس الصوره. ربنا يدينا نعمه ويدينا بركه ان احنا نجاهد حتى الدم ضد الخطيه عشان نعيش حياه القداسه كما كان معلمنا الصالح ربنا يسوع المسيح، له كل المجد والكرامه من الان والى ابد الابدين كلها، امين. نظير القدوس الذي دعاكم كونوا أنتم أيضا قديسين في كل سيرة، لأنه مكتوب كونوا قديسين لأني أنا قدوس. مشاهدينا الكرام، بهذه الكلمات المباركة نختم معكم اليوم هذه التأملات الروحية والعظة عن القداسة التي ألقاها القمص غبريال عبد النور من الكنيسة المرقسية الكبرى بالأزبكية. شكرا لكم، وحتى نلتقي بكم يوم الأحد المقبل مع صلاة قداس الأحد، لكم منا كل التحية. Thank you.